عندنا مواعيد مباريات بقى المنتخبات العربية، عندنا مباريات قطر طبعا هتبدأ الافتتاح، وانا بعتمد يا بكره قطر الساعة على ان 6. الكاس العالم يا جماعة الراجل ده راهب بكل اللي كل معاه. مباريات الافتتاح مفيش فريق نظم البطولة وخسر، ما تكسروش القاعدة. بكرة الاكوادور، بكرة السنغال وهولندا. أنا عايز أقول لك كل المتوقعين في العالم محدش قال قطر. أنا رأيي أنت لازم تحضر افتتاح قطر بكرة، والله المفترض يعني يعملوا كده. المفترض اه تحضر افتتاح والله، قطر بس بكرة. انا ما اقدرش يعني، في اشغال هنا، الاهلي خط احمر بيطلبوا. عندنا السعودية الأرجنتين يوم 22، بولندا يوم 26، المكسيك يوم 30. المنتخب المغربي، كرواتيا، بلجيكا، كندا، يعني اعتقد يعني فرص صعبه جدا ومواجهات صعبه جدا للمنتخب المغربي. تونس الدنمارك يوم 22، استراليا 26، فرنسا 30، نفس واكيد الامر معلول برضو. كل تمنياتنا بالتوفيق عشان معلول اكيد والاشقاء في تونس حتى لو معلول مش موجود يعني. وطبعا يعني القاره السمراء والقاره الافريقيه، ومش فاهم الخماسيه بتاعت علي معلول، بس عادي يعني، مش يعني تمام. عندنا بقى صوره مباراه غانا، البرتغال، كوريا الجنوبيه، اورجواي، والكاميرون، عشان برضو يعني الكاميرون موجودة على الشاشة، سويسرا، سويسرا يوم 24، صربيا يوم 28، البرازيل يوم 2. السنغال هتقابل هولندا، يعني نتمنى لها نتيجة إيجابية، وقطر والسنغال والإكوادور، فدي المباراة طيب